فالاصل ايه؟ ها الاصل ايه؟ القران. واعلم يا بني انه من يهجر القران الا من قد هان على الله. اللي بيهجر القران اللي هان على ربنا. في حاجه تانية في هوان ربنا الحديث، اللي بيعص ربنا سبحانه وتعالى هان على الله. ما هو لو كانوا عزوا عليه لعصمهم، ولكن هانوا عليه فعصوا ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هان على الله. الكارثه ان احنا مش واخدين بالنا من الكلام ده، وعمالين في عجله الدنيا عجله الدنيا عجله الدنيا والشغل ومش عارفه وايه وكذا وكذا، والقران صفر. بقول لك الوقت اللي انت حتى بق الميه فيه افتح كتاب ربنا. لو مش فاهم ربنا هيمن عليك بالفهم. لو مش عارف اهب بركه القراءه ربنا حتى يجيب لك. فاكرين لما قعدنا نشرح في حلقات التربيه، رجعوا للحلقات ديت 2019 تقريبا، كنا مثلنا مره بسله مخرومه بس متوسخه كده وفيها فحم ومش نظيفه، وسله تانية فيها ميه وسليمه، وبعدين اللي بيعبي ميه من البحر الجد اللي قلب لحفيده روح البحر وروح هات في الميه من السله دي، قال له مش هيتجمع فيها ميه، قال له بس روح. وداه ورايح جاي 5 مرات، ايه اللي حصل في السله المخرومه؟ نطفت. مع انها ما جمعتش قران، ولكن ايه اللي حصل؟ نطفت السله، القران. القصه الثانيه اللي احكيها لكم، واحد صالح برضو من اهل القران بيقول لابنه بتختم قد ايه؟ يعني احنا يعني بنقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام اوعى تختم اقل من 3، ليه؟ عشان تعي القران. فمعظم الحفاظ بيعملوا وبيختموا كل 5، يعني كل 5 ايام، يعني بياخدوا 6 اجزاء في اليوم، جزء بعد كل صلاه، 5 صلوات اكيد 5، والجزء السادس بياخدوه في القيام، فيختموا كل 5 ايام، لا يتفلت القران منهم. فبقول بقى انا بقول لوالدي يعني انا بختم كل 6 ايام وكده؟ قال له بتقعد اسبوع كامل الايه ما تمرش عليك الا بعد 6 ايام كامله، بعيد عن الايه وهجر الايه، عينك ما تشوفهاش ولسانك ما يقراهاش الا بعد اسبوع. كم هجرت القران؟ احنا محتاجين ناس زي دول في حياتنا. انا اللي خلاني ابكي من الموقفين دولت، الواحد ساعات يعني عنده امور في الدنيا واولاد ودنيا وهيصه والكلام ده، ويكتفي بالورد، او ممكن مثلا يعني ايه نغير صفحه، طب ممكن ناخدها في القيام، طب ممكن ناخدها في تاني يوم ونعمل لا قبل 22 يوم او قبل ال 20 يوم لازم نكون ختمين. يا اقصى عليا صراحه الله يسامحني ويغفر لي، والله ويغفر لي تقصير. هاجر القرآن هان على الله، هاجر القرآن هان على الله والعياذ بالله. والتاني يستعتبه ازاي تعدي عليك اسبوع ما تشوفش الآية الا اسبوع؟ كارثة. يعني انا بوصيكم بالقرآن يا جماعة والله، ولو يبقى بينكم وما بين بعض، يعني عارفين الناس اللي بتبقى يعني مثلا الناس اللي هي تبقى مثلا صحاب مع بعض، عيالها مع عيال ديت مثلا في المدارس يتجمعوا، او جيران، او موجودين في شغل مع بعض في عمل معين، اعملوا ولو نص ساعه يا ست، اعملوا 10 دقائق كل يوم ولا ربع ساعه، كل واحده تقرا ايتين صح الله اللي تعرف تفسيرها سبب نزولها، ده خير جدا صح ولا لا؟ خير كبير على فكره. انا يعني اللي يهمني إن إحنا ما يتفلتش القرآن مننا. ووصية للحفاظ، والله يا جماعة اسمعوا كلامي، وصية للحفاظ عشان خاطري، خلي القرآن نصب عينك وثبته وقت. أقول لك ما هو أنا بيقرأ يحفظ، لا يا ستي احفظي وهاتي ورد القراءة في صلوات مثلا، صلوات القيام التهجد أو السنن مثلا، لكن تعهدي القرآن بالحفظ وثبتي له وقت. لما تثبتي وقت، الوقت هيزق مخ، والله مخك ذات نفسه بيصحى ان شاء الله. لو كنت نايمه قبلها بنص ساعه تقول لك انا مطبقه 48 ساعه وجه ميعاد، مخ صحيت، لان هي متعوده ان بعد صلاه الفجر وبعد ما تقول اذكارها تقعد تراجع الاوراد بتاعتها. وصيه للحفاظ، تعهدوه وثبتوا وقت، وحددي ادي الماضي ادي الجديد، وبعدين الماضي القريب والماضي البعيد. وشوفي صحبه معاكوا يا جماعه، شوفوا صحبه معاك اهل القران دول اهل ربنا. يا سلام، يقول لك عيلتك مين؟ يقول لك لا لا لا، لسه كنت بكلم حد من الناس يقول لك لا لا والله يا دكتور احنا لنا عيله، والله لنا عيله ولنا عزوه ولنا قبيله ولنا عشيره، كل واحد بيتحمى بعيلته وبيفتخر بيه. انت عيلتك مين؟ انا طب اهلي، انا من اهل، انا اهل القران. خلوا اهلنا اهل القران، اهل الله وخاصته، يا دي الشرف يا دي الهنا، اهل الله وخاصته في ظل الرحمن يوم القيامه.
أهل الله وخاصته لا يروا، شوفي مآده في الدنيا، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع في القبر ويوم القيامة. أهل القرآن أهل الكرامات. صدقوني أنا لولا إن أنا عارفة إن في يعني فئة مش هتتفهم الكلام اللي أنا هقوله، أو ممكن ياخدوه كأني كده، لكن أنا أعرف الناس والله العظيم لهم كرامات قدام عيني بشوفهم في 2022. أصحاب القرآن أهل الله وخاصته، وصية النبي عليه الصلاة والسلام. في مواصلة افتح مصحفك، مش عارف شغل حاجة على ودانك. فاكرين لما حكيت لكم مرة على موقف وكان في الميتروبوس وخناقة وعركة وبتاع، منجى الشاب اللي كان موجود إلا وهو حاطط السماعات وبيقرأ قرآن، وعملوا فتحوا لقوا قرآن سابوه. الفكرة في الأول وفي الآخر أنا فين من الكلام ده؟